عليكم في فيديو مختلف ولأول مرة، مش بخاطب فئة الصم، أنا بخاطب كل الناس دلوقتي. تخيل معايا إنك عايش في مجتمع كله صم، رغم إنك بكامل قدراتك السمعية أنت مش قادر تتواصل معاهم ولا تفهمهم. وبكده المشكلة مش في العجز السمعي، المشكلة إن مفيش لغة تواصل موحدة ما بينكم. وزي ما أي حد فينا بيبقى متضايق إن اللي حواليه مش حاسين بمشاعره، ما بالك حتى لو اللي حواليك مش حاسين باحتياجاتك الأساسية. عشان كده النهارده قررت اقدم لكم سلسله من الحلقات، كل حلقه هتبقى فيها من 3 لـ5 كلمات بالاشاره تسهل علينا التعامل معاهم احنا ما نتجاهلهمش. النهارده مش هتقل عليكم، هعلمكم بس 3 كلمات بالاشاره، وهي الكلمات الاساسيه اللي هتحتاجها لما تقابل اي شخص اصم عشان تقدر تتعامل معاه. وبعد كده الشخص الاصم هو اللي هيساعدك وهيعلمك كلمات اكتر لما يلاقيك حابب تتواصل معاه. معانا اول كلمه هتحتاجها لما تقابل اي شخص اصم، وهي أبسط كلمة بنقولها كلنا لبعض وشبه الإشارات العادية، السلام عليكم. معانا تاني كلمة وهي اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ ومعانا تالت كلمة وهي عامل ايه؟ ودلوقتي وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، ولو عجبكم الفيديو دوسوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة على اليوتيوب.